عسلامة، كيف نجيو للمدينة العربي ما ننساوش قهواها حوانتها وبالطبيعة أهم حاجة والمعروفة بها المدينة العربي ماكلتها، كما قالوا لنا ناس المدينة والعباد اللي تسكن فيها عليكم بالتارت متاع المدينة. وطوى بتدخلوا معنا باش تسمعوا تارت المدينة. سر البناء نخدم تارت عادي نخدم فيه في الدار، والله نقسم وقتي، عندي كما نقولوا العشية نخدم نحضر سلعتي الكل، الخدمة متاعي كنحطها في الفترينة، نحب الكليون ياكل بعينه قبل ما يذوق فمه. غرامه أنا بطبيعتي غرامي الطبخ بصفة عامة، الزرير، البوفريوة، العصيت البوفريوة، كل ما هو عربي. يفهم جديد قدر تربي في رمضان. كما كنت قلت لكم باش تذوقوا التارت جوست فيديو كها باش تذوقها فعليا. كي سالنا قالوا لنا عليكم بالحانوت هذايا، الحانوت فيها مرا محلاها باش نتعرفوا عليها مع بعضنا. عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا بكم. لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. في المدينه لهنايا ديريكت قالوا لنا عليكم بالتارت هنا، شنو هي سر البنا نتاع التارت مدام؟ سر البنا نخدم تارت عادي نخدم فيه في الدار، عامله كوتي في الكوجينه، موفقة بين خدمتي وبين حانوتي بين الأولاد وبين الدار، ونعاون في راجلي. معناتها أنت تمثل في المقولة اللي تقول لك نسي تونس نسي ونص. نسي ونص، نسي تونس نسي ونص. كيفاش منجمة مادام توفق ما بين دارك وراجلك والأولاد والحانوت؟ والله نقسم وقتي، عندي كما نقولوا العشية نخدم ونحضر سلعتي الكل، وعندي بالطبيعة الأولاد وقرايتهم، وعندي راجلي وعندي ملازمي، كل واحد يعني قسم له وقته وحده، والحمد لله ربي موفقني. الحمد لله. بي قداش عندك توا مدام تخدم هكايا لهنا؟ عندي توا خمس سنين، خاطر كنت أنا عندي كارية حانوت في باب سويقة 3 سنين، ورمضان عم ناول برمضان هذا نعمل 5 سنين، خاطر عندي عام توا في الحانوت هذايا. هاي بي، قالوا لنا اللي انت خدمتك مرتوبه. انا الخدمه متاعي كنحطها في الفترينه، نحب الكليون ياكل بعينه قبل ما يذوق فمه. كما قلنا للناس اللي قاعده تتفرج فينا، راكم باش تاكلوا يتفضلوا ومرحبا. بي الغرام ولا قرايه ولا صنعه ولا كيفاش؟ لا مش صنعه، غرام. غرام، وانا بطبيعتي غرامي الطبخ بصفة عامة، جاء غرامي في التارت، الزرير، البوفريوة، العصيت البوفريوة، كل ما هو عربي. معناتها انت طبيكة تسكي حاجة تخديسيونيل في الحلو تعملها قدرة ربي ان شاء الله. اي بلا نعمل عليك تفقيدة في رمضان ان شاء الله، بما انه رمضان على ابواب نقع عندك برشا فازيتك يا تخديسيونيل. اي فما جديد بقدرة ربي في رمضان عندي، باش نزيد البوزة وباش نزيد تشيز كيك تيراميسو بقدرة ربي إن شاء الله. ما تنجمو نقولوا هذا يا سكوب إن شاء الله. مرحبا بكم. يعيشك. بي المرأة التونسية اللي معروفة عليها اللي هي قدها وقدود، وين تحطها تتحط. أنت حسب رأيك شنو رأيك من الكلام هذا؟ كلام 100% صحيح، خاطر المرأة التونسية تخلق لك من لا شيء تخلق الشيء، ومن ما نعرفش من رطل نقولوا احنا فرينا تخرج لك التار، تخرج لك الكعك، تخرج لك البسكويت، تخرج لك اللي تحب انت. المرأة التونسية مرأة ونص.